أقولها بوضوح، أنا لست مع الثورات. أنا أحمد الله تعالى أني عشت إلى أن رأيت 2011. أنا لست مع الثورات. إن لم تتوفر لكم الحقوق فجاهدوا وكافحوا وناضلوا وابذلوا الدم. ما لي أي دور في هذا، يعني لم أدخل في هذا إطلاقا. هؤلاء الذين تكلموا عن الثورات وجعلوها فتنة ولا تجوز شرعا وغير ذلك من هذا اللعب. بعد أي ثورة تمر الشعوب في المتوسط ب 13 سنة من عدم الاستقرار. أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب، تؤدي إلى تدمير، تؤدي إلى مصائب في الشعوب. هذه الثورات حدثت، أنا ما لي دور في صنعها ولا لي دور في دعمها ماليا ولا بسلاح ولا ما لي أي دور في هذا. لم أدعو للسلمية في ليبيا، قال لابد من مواجهة القذافي بالسلاح. أنا أعرف أسماء بعضهم، ومنهم من شباب اللي إحنا دربناهم، ومنهم من شباب اللي إحنا دربناهم.